do it look from here? Do you have a camera now? Maybe they see us. Maybe they will see us already. Oh my god. Where are the people? Are they at home? I hope so. ابتدت واحنا بنحضر شنطنا طالعين بالباص في رحلتنا الاوروبيه اللي شفتوها في الفيديوهات اللي فاتت. كنا في طريقنا من مدينه لايبزيج لسويسرا لما اكتشفت ان انا مش معايا المحفظه اللي فيها كل اوراقي، الباسبور والكريدت كارد وحتى بطاقه الاي تي ام ورخصه القياده الدوليه وكل حاجه اللي ممكن يكون مربوط بيها كل خططي وكل احلامي وكل طموحاتي الايام اللي جايه. وبعد ما دورنا مره واثنين ما لقيناهاش في الباص. كانت الخطوه اللي بعد كده ان احنا نحاول نتصل بكل الاماكن اللي احنا زرناها في الايام الاخيره وكل اقسام البوليس وكل مكاتب اللوست اند فاوند. بس كنا في الوقت ده بنحاول نفكر ونلاقي حل. هل الحل ان احنا نرجع تاني لبرلين عشان نبلغ عن فقدان الجواز ونرجع مصر تاني، ولا نكمل رحلتنا ونخاطر ونستنى ممكن يكون في امل ان احنا نلاقيها؟ وبعدها بيوم قررنا ان احنا نكمل واحنا مش عارفين ايه اللي هيحصل لنا وازاي هنعدي كل الحدود اللي ما بين الدول، ازاي هنمشي في كل الدول دي واحنا معناش ورقة تثبت انا مين ومن انهي بلد. وكان اول موقف من المواقف ان احنا واحنا داخلين ايطاليا واحد سألني فين باسبورك؟ وكانش عندي رد. كنت حاسس ان ديت اخر الدنيا. حاولنا نشرح له ونقول له ان احنا معناش باسبور وان الباسبور ضاع وان احنا معانا فيزا سارية ان احنا نخش اوروبا وسارية لحد الان. الراجل تفهم الموضوع ودخلنا ايطاليا وكانت ديت الدليل ان الموضوع هيبقى اسهل مما توقعنا بكتير. كملنا رحلتنا وكنا كل يوم بنحاول نتصل بكل اقسام البوليس مرة واثنين وثلاثة عشان نعرف هل هنكمل ولا هي دي النهاية. كنت كل يوم بحلم ان انا الاقي الجواز في اي حتة عشان كل خطط اللي انا بنيتها الايام اللي فاتت ما تنتهيش. وكانت الايام بتعدي واحد ورا التاني وانا مش عارف اعمل ايه. لغاية ما رحلتنا انتهت ورجعنا لالمانيا قررنا ان مفيش امل، خلاص لازم نروح للسفارة ونقدم على ورق عشان نرجع مصر. They turn off the lights. Turn off? Yeah. Maybe they saw us already. بعد سنة ونص من الغياب عن مصر كانت أحلى حاجة إن أنا أشوف ردود أفعال عيلتي أول ما وصلت مصر، بالذات إن هم ما كانوش يعرفوا أي حاجة عن الخطة الجديدة اللي إحنا رسمناها. كان وقت حلو جدا إن إحنا نرجع تاني ونشوف الشوارع. ونجرب الأكل. زور عيلتي اللي ما زرتهاش بقالي كتير. برافو.
برافو دوموني. امي كده 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 ونشوف القاهرة واسكندرية. عيد ميلاد دومينيك في مصر. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا بلبطاط. عيد ميلاد لنا أسعد الأعياد، مليعة يا بلبطاط. يلا recording. Let's take it out of here. Let's take it out of here. This is Muhammad. When he wants to be the most famous YouTuber ever, he always tells me about what to do, what videos to record, what his ideas are, what he wants, and what to do. Yeah, he was always, you know, so interested in watching other YouTubers, and he always, you know, wants to connect with them and be like them and taking cool pictures, visiting cool places. But in the end, yeah, in the end, this, nothing else. بس كل الناس وانا في مصر كانت بتسالني ايه يا عم اللي حصل خطتك، مش هتروح جنوب افريقيا ولا ايه؟ بس خطتنا تهدد زي ما قلنا عشان الفيزا اللي كانت موجوده في الجواز ضاعت. كنا بنحاول بعد ما خدنا الجواز ان احنا ناخد فيزا جنوب افريقيا تاني بس فشلنا. قعدنا نفكر ونفكر ونفكر هنعمل ايه. قررنا ان وجهتنا الاولى في افريقيا تكون زيمبابوي. المشكله ما كانتش عند دومينيك عشان دومينيك معاها جواز الماني بيسمح لها انها تخش كل البلاد اللي عايزاها بغير اي مشكله. المشكله كانت عندي انا بس، ان انا عايز دولة ابدا بيها ما يكونش مطلوب لها فيزا. كانت الخطة حاجة واحدة بس، ان احنا نفضل مكملين. ومش مشكلة تبقى من كيب تاون لكايرو، فيها ايه يعني لما تبقى من هراري لكايرو. لا 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 Sadat. دلوقتي احنا في طريقنا الى زيمبابوي، حيث ما نعرفش ايه هناك صراحه. هنروح نشوف بنفسنا بقى وهتشوفوا معانا. نشوف باي مجمع. صباح الخير يا زيمبابوي. زيمبابوي من البلاد اللي ملهاش اي توقعات في دماغي خالص. ان انا لما اجي واشوف المطار بالشكل ده اي حاجة ممكن تبهرك. هو مطار بمستوى مطار صبيحة التركي، نفس المستوى بالظبط يعني، ما مش اعلى ولا اقل. بس لما بتلاقي حاجه زي كده بتحس ان انت يعني زيمبابوي ملهاش اي توقعات. بالمناسبه لو انت مصري، الفيزا للمصريين عند الوصول ثمنها $30، مدتها 30 يوم. ها نو فلوجرز يا فلوجر. ها لا، أنا كنت أقول لك.